بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله. المحاضرة الماضية بدأنا في أول مجموعة من الدراجز which are used in the treatment of blood disorders، وهي البليتلت أجريجيشن انهيبيتورز. اليوم إن شاء الله هنكمل باقي المجموعة وهي الأنتي كوأجولانت دراجز، فيبرينوليتيك دراجز، and أنتي بليدنج دراجز. في المحاضرة الماضية اتعرفنا على البلاد كوأجوليشن، وعرفنا انه اللي بيعمل كنترول لهذا البروسيس هي الكلوتينج فاكتورز. كلوتينج فاكتورز مجموعة من البروتينز تصنع بالليفر وبتكون موجودة بالسيركوليشن as inactive form. الاكتيفيشن لهذا البروتينز بيتم من خلال two pathways, intrinsic pathway and extrinsic pathway. اهم كلوتينج فاكتور هو البروثرومبين، ممكن نسميه ايضا كلوتينج فاكتور نمبر 2. بروثرومبين هو الـ inactive form، ثرومبين هو الـ active form. ليش الثرومبين أو البروثرومبين هو أهم clotting factor؟ لأن الثرومبين هو اللي بيحول الفيبرينوجين إلى فيبرين، والفيبرين مثل ما حكينا stable molecule. هذا بشكل عام الأشياء أو المعلومات اللي وضحناها في المحاضرة الماضية. الآن نتكلم عن drugs اسمهم anticoagulant drugs. واضح من الاسم؟ نتكلم عن group of drugs which can inhibit blood coagulation. إذن group of drugs which can inhibit the blood coagulation. كيف بتشتغل بشكل عام؟ في 3 mechanisms لهذه المجموعة من الدراجز. طبعا مش شرط كل دراج بيشتغل بال 3 mechanisms، ممكن الدراج يشتغل فقط ب 1 mechanism. أول mechanism inhibition of the synthesis of clotting factors. Second mechanism inhibition the activation of clotting factors. Third mechanism increasing the deactivation of clotting factors. إذن 3 mechanisms inhibition the synthesis of clotting factors, inhibition the activation of clotting factors, increasing the deactivation of clotting factors. هنتعرف على الدراجز وحنشوف الميكانيزم اوف اكشن لكل مجموعه على حده. نبدا باول دراج بيتبع لمجموعه الانتي كواجولانت دراجز وهو الهيبارين. الهيبارين يعتبر ناتشرال كومباوند موجود في الماست سيلز، وهي احدى انواع الاميون سيلز. الهيبارين يعتبر ماكرو مولكيول، وبالتحديد بيتبع لمجموعة الجلايكوزامينوجلايكان. إذا نتكلم عن natural compound، natural drug، فبالتالي بنحصل عليه as drug من الـ animal sources. هذا هو الهيبرين. طبعا الهيبرين لأنه large molecule، لأنه macro molecule، ممكن يجزأ بفعل بعض الإنزيمات والناتج مركبات أخرى إلها نفس الأكتيفيتي، يعني إلها anticoagulant activity، بنسميهم low molecular weight heparin. الفرق ما بين الهيبرين واللو molecular weight heparin فقط في المولكيولار ويت. الأمثلة على اللو molecular weight heparin انوكسيبارين، دلتيبارين، تنزيبارين. طبعا هذه المجموعة أيضا إلها anticoagulant activity، وراح نشوف الميكانيزم اوف اكشن. إذا ممكن نسمي الهيبرين لأنه لارج مولكيول، ممكن نسميه بالانفراكشنيتد هيبرين، يعني غير مجزأ. لو نطلع على المولكيولار ويت أو على السيكونس تبع الانفراكشنيتد، هنلاحظ إنها أكبر من السيكونس تبعت اللو مولكيولار ويت، زي ما أنتم شايفين بهذا الفيجر. إذا الفرق في المولكيولار ويت، لكن إلهم المجموعتين إلهم أنتي كوأجولانت أكتيفيتي. المجموعتين بنقدر نستخدمهم subcutaneous or intravenous فقط، لا يعني ما بقدر اعطيهم orally or intramuscular. subcutaneous or intravenous. الان نتكلم عن mechanism of action لهذه المجموعه من الدراجز، سواء كانت heparin unfractionated or low molecular weight heparin. في بعض الفروقات في mechanism of action هنوضحهم. الفيجر اللي امامنا بوضح الميكانيزم اوف اكشن للهيبرين هو A طبعا، والفيجر B بوضح الميكانيزم اوف اكشن لللو مولكيولار ويت هيبرين. الان
نتعرف على الميكانيزم اوف اكشن للهيبرين. بشكل عام الهيبرين بيعمل كومبلكس مع بروتين موجود في جسمنا اسمه انتيثرومبين. طبعا عشان نكون دقيقين اكثر في كلامنا، اسم هذا البروتين انتيثرومبين 3. هذا عبارة عن بروتين موجود في جسمنا. ايش وظيفته هذا البروتين؟ لان ما بدي اتكلم عن الهيبرين، بتكلم عن هذا البروتين اللي اسمه انتيثرومبين 3، موجود اوريدي في جسمنا. ايش وظيفته؟ بيعمل inactivation للاكتيف فورم من الكلوتينج فاكتور 10، وايضا بيعمل inactivation للترومبين. لو نطلع ترومبين انتيثرومبين، اذا هذا البروتين بيعمل inhibition للترومبين. طب ايش الترومبين؟ الترومبين هو الاكتيف فورم من الكلوتينج فاكتور رقم 2. اذا في عندنا بروتين في جسمنا اسمه انتيثرومبين بيعمل inactivation للاكتيف فورم من الكلوتينج فاكتورز. وهنا لازم احدد مين هي الكلوتينج فاكتورز، الاكتيف فورم من 10 والاكتيف فورم من 2 وهو الترومبين. طيب اكيد انتم راح تسالوا، طب ما دام انا جسمنا يحتوي على انتيثرومبين وهو اوريدي بيعمل inactivation للاكتيف فورم من الكلوتينج فاكتور، اذا هو بحل المشكله، طب ليش استخدم هيبرين؟ بنستخدم هيبرين لانه الارتباط ما بين الانتيثرومبين وما بين الاكتيف فورم من الكلوتينج فاكتور 10 اور الثرومبين فيري سلو، طلعوا فيري سلو الانتراكشن، فبالتالي مشكله الثرومبوسز مش راح تنحل بسهوله اذا كان هذا موجود لحاله. ايش الحل؟ هذا بكون طبعا شغله طبيعي وما في اي مشكله اذا كان انا بتكلم عن نورمال كيس، عن فيسيولوجي، عن هوميوستاسيس، ما في عندي مشكله. لازم اصلا يكون بطيء، لازم يكون بطيء. طب لو انا بتكلم عن ديسيز، بتكلم عن ثرومبوسز، اذا لازم اسرع الانتر اكشن بتوين الانتيثرومبين والاذر اكتيف فورم من الكلوتينج فاكتورز. كيف؟ من خلال الهيبرين. الهيبرين ايش بيعمل؟ الهيبرين لما الانسان ياخذه انترافينوس او سبكوتينوس بيرتبط مع الانتيثرومبين. الارتباط بتم في منطقة بنسميها بنتا ساكرايد سيكونس. يبقى المنطقة بتتكون من خمس مونو ساكرايد. إذا السيكونس المسؤول عن ارتباط الهيبرين بالانتيثرومبين بنسميها بنتا ساكرايد سيكونس. هذه موجودة في الهيبرين، فبالتالي بصير كومبلكس، بيتكون كومبلكس بين الهيبرين وبين الانتيثرومبين. في الحالة هاد نتيجة ارتباط الانتيثرومبين في البنتا ساكرايد سيكونس سرعة التفاعل بتزيد 1000 ضعف، فبالتالي بصير الارتباط ما بين الانتيثرومبين وما بين الكلوتينج فاكتور 10 والثرومبين very very fast، لأن سرعة التفاعل بتزيد 1000 ضعف. طب مين اللي زودها؟ ارتباط الهيبرين مع الانتيثرومبين. ايش النتيجة الآن كنتيجة؟ النتيجة increasing في ال inactivation of thrombin، يعني بتحول الثرومبين إلى بروثرومبين، وبيزيد أيضا ال inactivation للاكتيف فورم من الكلوتينج فاكتور رقم 10، بيتحول من XA الى X. شايفين؟ هذا هو اللي بصير، هذا هو اللي بصير، inactivation للاكتيف فورم من الكلوتينج فاكتورز وبالتحديد 10 و2. الان هذا شغل الهيبرين. طب ايش شغل اللومولكيولار ويت؟ هذا هو اللو مولكيولار ويت. طيب ايش بيعمل؟ ايضا اللو مولكيولار ويت يحتوي على البنتا ساكرايد سيكونس، وايضا هذا البنتا ساكرايد هو المسؤول عن الارتباط مع الانتيثرومبين. ايش الحل؟ ايش الناتج؟ كومبلكس
هذا الكومبلكس بزود من سرعة ارتباط الانتترومبين مع الكلوتين فاكتور أيضا 1000 ضعف. طب إيش الفرق ما بين هيبرين وما بين اللو مولكيولار ويت؟ الفرق إنه اللو مولكيولار ويت فقط بيستطيع الانتترومبين اللي مرتبط مع اللو مولكيولار ويت فقط إنه يعمل انهيبيشن للكلوتينج فاكتور 10، مثل ما احنا شايفين بالفيجر هذا. اوضح تاني، اللو مولكيولار ويت بيحتوي على البنتا ساكرايد سيكونس، وهذه هي اللازمة للارتباط مع الانتيثرومبين. النتيجة كومبلكس، هذا الكومبلكس له فيري فاست رياكشن، لكن مع مين؟ فقط مع الفاكتور 10 ايه، مع الاكتيف فورم من الفاكتور 10. النتيجة inactivation للفاكتور 10 A. طيب هل اللو مولكيولار ويت هيبرين بيقدر يعمل inactivation للثرومبين؟ ما بيقدر يعمل inactivation. ليش؟ لأنه الثرومبين عشان يصير له inactivation لازم يرتبط مع مين؟ مع الأنتيثرومبين، والارتباط بيتم من خلال الساكرايد سيكونس، البولي ساكرايد سيكونس الموجودة في الهيبرين. لو نطلع على الشكل هذا، السيكونس طويلة، فبالتالي بيقدر يجي الترومبين ويرتبط في هذا السيكونس، ومن ثم الارتباط مع الانتيثرومبين، وهذا هو الناتج. طلعوا، هذا هو الترومبين ارتبط في البوليساكرايد سيكونس تبعت الهيبرين، وبعدين ارتبط في الانتيثرومبين اللي هو اصلا مرتبط مع البنتاساكرايد سيكونس. النتيجة inactivation للترومبين، وايضا ان اكتيفيشن للفاكتور 10. لكن نطلع على اللو مولكيولار ويت، بيرتبط الانتيترومبين مع البنتا، صحيح النتيجه ان اكتيفيشن للكلوتينج فاكتور 10، لكن هل الترومبين حيلاقي مكان انه يرتبط مع البوليساكرايد؟ ما فيش وسع، ما في مكان. ليش؟ لانه تكسر، لانه انا بتكلم عن لو مولكيولار ويت هيبرين. اذا الترومبين مش هيقدر يرتبط في البولي ساكرايد، اذا الانتيترومبين مش راح يعمل ان اكتيفيشن للترومبين. وهذا هو الفرق ما بين الانفراكشنيتد هيبرين واللو مولكيولار ويت هيبرين. الانفراكشنيتد بيعمل ان اكتيفيشن لتو كلوتينج فاكتورز، ثرومبين اند الاكتيف فورم من الكلوتينج فاكتور 10. اما اللو مولكيولار ويت فقط بيعمل inactivation لone clotting factor وهو الactive form 10. الactive form 10 هذا هو الميكانيزم اوف اكشن لهذه المجموعة من الدرجز. بعد ما تعرفنا على الميكانيزم اوف اكشن لهذه المجموعة من الدرجز، الآن هنتكلم عن اليوزز للهيبرين and low molecular weight heparin. أول استخدام treatment of acute venous thromboembolism مثل الدي في تي والبي اي. اذا الدي في تي والبي اي عباره عن امثله على الترومبو امبوليزم. الدي في تي عباره عن ديب فين ثرومبوسيس، بي اي بالمونري امبوليزم. هذا اول استخدام. سكند يوز بروفايلاكسيس اوف بوست اوبريتيف ثرومبوسيس. بوست اوبريتيف ثرومبوسيس بنتكلم عن الجلطات اللي بتكون ما بعد العمليه الجراحيه، فبالتالي الاطباء لازم يعطوا المرضى اللي بيعملوا big surgery لازم يعطوهم هيبرين or low molecular weight هيبرين عشان يمنعوا احتمالية حدوث جلطات ما بعد العملية الجراحية. الثيرد يوز thrombosis during pregnancy. في بعض الستات طبعا بيكونوا طبيعيين جدا ما في أي مشكلة، لكن بعد حدوث البريجنانسي بصير يعانوا من الثرومبوسيس. طبعا هذا الكلام تقريبا كلنا بنسمع فيه. الان بهذه الحاله الحل، طبعا المشكله وين؟ المشكله انه الترومبوسيس بضل مصاحب البريجننت وومن طول فتره الحمل، والحل في هذه الحاله انها الست تاخذ الهيبرين اور لو مولكيولار ويت هيبرين عشان يقلل من الريسك تبع الترومبوسيس، طبعا عشان نمنع عمليه الاجهاض والمشاكل اللي ممكن تصاحب لبريجننت وومن.
طبعا في هذه الحالة بالتحديد الأفضل هو استخدام اللو مولكيولار ويت هيبرين، لأنه السايد افكت هذه بتكون أقل حدتها مع اللو مولكيولار ويت هيبرين. إذا هذه هي اليوزز. سايد افكت، أول شيء بليدنج، هذا شيء منطقي، أنا بتكلم عن مجموعة من الدراجز بتعمل ان اكتيفيشن للكلوتينج فاكتورز، إذا بتعمل ان اكتيفيشن للكواجيوليشن بروسيس، فبالتالي الريسك تبع البليدنج راح يزيد، واكيد بكون اكثر في الهيبرين اكثر من اللو مولكيولار ويت هيبرين، هذا شيء اكيد. طبعا ليش؟ لانه هذا بيشتغل بتو ميكانيزم، وهذا بيشتغل فقط في وان ميكانيزم، بمعنى انه الهيبرين بيعمل انهيبيشن لتو كلوتينج فاكتورز، اما اللو مولكيولار ويت بيعمل انهيبيشن فقط لوان كلوتينج فاكتور. سايد افكت الاخر، الهيبرين انديوس ثرومبوسايتوبينيا، اختصارها الهيت. ثرومبوسايتوبينيا ده هو decreasing في النمبر اوف بليتلت. الهيبرين بيعمل المشكلة هاد كيف؟ واحد انه بيعمل degradation للبليتلت، او بحفز الاميون سيستم انه يصنع antibodies against البليتلت، وبالحالتين راح يكون في degradation للبليتلت، اذا ثرومبوسايتوبينيا. مين اللي عمله؟ الهيبرين. فبنسمي الحالة هاد هيبرين انديوس ثرومبوسيتوبينيا، واختصارها بالهيت. طبعا ايضا هذه بتكون اقل في اللو مولكيولار ويت هيبرين. الاوستيوبوروسيس، هشاشة العظام، طبعا بتكون ايضا اقل في اللو مولكيولار ويت هيبرين. واخر سايد افكت هايبو الدوسترونيزم، ديكريزنج في الالدوسترون ليفل في السيركوليشن، وايضا هذه بتكون اقل حدتها في اللو مولكيولار ويت هيبرين. اذا هذه هي السايد افكت الخاصه بالهيبرين اند لو مولكيولار ويت هيبرين. الان نتكلم عن البروتامين سلفيت. بروتامين سلفيت عباره عن بيزك مولكيول، هذا يعتبر انتيدوت للهيبرين. البروتامين سلفيت الانتيدوت للهيبرين. طبعا كيف التفاعل؟ واحد بيس والاخر اسيد، فالطبيعي يصير في اسيد مع بيس، النتيجه النيوتراليزيشن رياكشن. اذا البروتامين سلفيت هو الانتيدوت الخاص في الهيبرين طبعا واللو مولكيولار ويت هيبرين. الكونترا انديكيشن، ايش هي الحالات الممنوع استخدم فيها الهيبرين؟ ممنوع استخدم الهيبرين عند انسان بعاني من بليدنج، هذا شيء منطقي. ممنوع استخدم هيبرين عند انسان بعاني من هيموريج نزيف. ممنوع استخدم الهيبرين عند المرضى اللي ممكن يصير عندهم هيت، بمعنى انسان استخدم الهيبرين اول مره بين عنده اعراض الهيت، فهذا الانسان ممنوع استخدم مره ثانيه معاه الهيبرين او اللو مولكيولار ويت هيبرين، ممنوع. المرضى اللي بيعانوا من الاوستيوبوروسيس ممنوع. فبالتالي في بعض الحالات ممنوع استخدم فيها الهيبرين او اللو مولكيولار ويت هيبرين. ايضا ممنوع استخدم الهيبرين عند المرضى اللي بيعانوا من الليفر ديزيزز مثل الليفر سيروسز. طب ليش؟ لانه الليفر هو المسؤول عن تصنيع الكلوتينج فاكتورز، فاذا كان في ليفر ديزيز اوريدي حيكون في ديكريزنج في السينثيسز للكلوتينج فاكتور، فبالتالي استخدام هيبرين راح يزود من ريسك البليدنج. هذا بشكل عام المعلومات اللي لازم نعرفها عن الهيبرين and low molecular weight heparin. السكند دراج اللي بيتبع لمجموعة الانتي كواجولانت دراجز هو الفوندابارينكس، ممكن نسميه ايضا بالسينثيتيك هيبرين. الى ليش سميناه بهذا الاسم؟ لانه يحتوي على البنتا ساكرايد سيكونس، هذه السيكونس كانت لازم تكون موجودة للارتباط مع الانتي ثرومبينتري، النتيجة بيتكون كومبلكس، هذا الكومبلكس بيزود الاكتيفيتي تبعت الانتي ثرومبين 3000 ضعف. لان ايش الميكانيزم اوف اكشن للفوندابارينكس؟ راح يكون نفس الميكانيزم اوف اكشن لللو مولكيولار ويت هيبرين. طب ليش؟ لانه فقط هذا المركب يحتوي على البنتا ساكرايد، والبنتا ساكرايد فقط مسموح لها ترتبط مع الانتي ثرومبين 3، فبالتالي الانتوثرمينتري راح يعمل انهيبيشن للكلوتينج فاكتور اكس اي. لكن هل البنتا ساكرايد
هتسمح أيضا بارتباط الترومبين؟ أكيد لا، لأنه المكان ما بكفي إنه يرتبط الأنتوترومبين 3 والترومبين. إذا الميكانيزم أوف أكشن فقط بيشبه اللو مولكيولار ويت هيبرين، وبالتحديد بيشتغل أجينست الكلوتينج فاكتور 10 A الأكتيف فورم من 10 طبعا. اليوزز نفس الهيبرين، سايد إفكت نتكلم فقط عن البليدنج. الثيرد دراج هو الريفاروكسابان. الميكانيزم اوف اكشن دايركت انهبيشن للاكتيف فورم اوف ذا كلوتينج فاكتور 10، يستخدم اورالي. انتبهوا منيح لهذه المعلومه، الريفاروكسابان ما بيعمل اكتيفيشن للانتيترومبين 3 وايضا ما بيعمل انهبيشن للترومبين، هو فقط بيرتبط في الاكتيف فورم للكلوتينج فاكتور 10 وبيحوله الى الانكتيف. هذا هو الميكانيزم اوف اكشن للريفاروكسابان. اليوزز يستخدم از تريتمنت للدي في تي والبي اي، وبالتحديد عند المرضى اللي بيعانوا من الهيت. طبعا وضحنا ايش الهيت. الهيت هو سايد افكت بيكون عند بعض المرضى اللي بيستخدموا الهيبرين. في الحاله هذه ممنوع استخدم الهيبرين، ايش البديل او ايش الحل؟ استخدام الريفاروكسابان. هذا اول يوز. السكند يوز الترناتيف للهيبرين اند وارفرين، يعني بديل لعلاج الهيبرين والوارفرين. الوارفرين هو انتي كوجولانت، هنتعرف عليه في هذه المحاضره. الان الهيبرين والوارفرين يستخدموا از ثرومبو بروفايلكسز، ثرومبو بروفايلكسز يعني حمايه من الثرومبوسز، عند المرضى اللي بيعملوا اورثوبيديك سيرجري، عمليات جراحيه في العظام. في بعض الاحيان الاورثوبيديك سيرجري بتعمل بوست اوبريتيف ثرومبوسز. عشان هذا الريسك ما يصير والمشكله هذا ما تصيرش، المريض بياخد از بروفايلكسز انتي كوجولانت وهو الهيبرين والوارفرين. الان لو في اي ليميتيشن بتخلي هذا المريض ممنوع استخدامه للهيبرين او الوارفرين، بيقدر از الترناتيف ثيرابي يستخدم الريفاروكسابان. السايد افكت للريفاروكسابان هو البليدنج، وهذا شيء منطقي لانه الريفاروكسابان بيعمل انهبيشن للكلوتينج فاكتور 10. الفورت دراج هو الدابيجاتران. الميكانيزم اوف اكشن دايركت انهبيشن اوف ذا ترومبين. طبعا الترومبين هو الاكتيف فورم للكلوتينج فاكتور 2، فبالتالي ممكن نسمي الدابيجاتران دايركت ترومبين انهبيتور. الدابيجاتران يستخدم اورالي، وانتبهوا منيح لهذه المعلومه، الدابيجاتران ما بيعمل اكتيفيشن للانتيترومبين 3، هو دايركتلي بيرتبط في الترومبين وبيحوله الى الان اكتيف فورم وهو البروثرومبين. هذا هو الميكانيزم اوف اكشن للدابيجاتران. اليوزز نفس استخدامات الريفاروكسابان. سايد افكت بليدنج، وهذا شيء منطقي لانه الدابيجاتران بيعمل انهبيشن لاهم كلوتينج فاكتور وهو الثرومبين. طبعا بجانب البليدنج في الجي اي تي ادفيرس افكت. الكونترا انديكيشن، ممنوع استخدام الدابيجاتران عند المرضى اللي بيعانوا من سيفير رينال ديسفانكشن. طب ليش؟ لانه الدابيجاتران بيصير له اليمينيشن اند اكسكريشن باي ذا كدني، فبالتالي المريض اللي مضطر انه يستخدم انتي كوجولانت هو الدابيجاتران، وفي عنده سيفير رينال ديسفانكشن النتيجه اكيوميليشن للدابيجاتران، لانه مش راح يتخلص منه الجسم بشكل طبيعي. اذا مور بليدنج، عشان هيك الدابيجاتران ممنوع يستخدم عند الناس اللي بيعانوا من سيفير رينال ديسفانكشن. ايضا الكونترا انديكيشن الاخر هم المرضى اللي عندهم بروستاتيك هارت فالفز، مرضى الكارديو فاسكولار اللي بيركبوا صمامات صناعيه. الان المريض اللي بيركب بروستاتيك هارت فالف لازم يستخدم انتي كوجولانت، لانه البروستاتيك هارت فالف ممكن يعمل ثرومبس فورميشن. الحل از بروفايلكسس، طبعا نستخدم الانتي كوجولانت. واحد من هذه الانتي كوجولانت هو الدابيجاتران، لكن وجد انه بعض المرضى اللي عندهم بروستاتيك هارت فالفز واستخدموا الدابيجاتران ماتوا. طبعا ما في اي سبب او اي تفسير علمي للوفاه، خلص انه مريض استخدم دابيجاتران هو اوريدي عنده صمام صناعي وتوفى. عشان هيك حكوا الدابيجاتران از كونترا انديكيشن في حالات البروستاتيك هارت فالف.
الآن الأنتيدوت، الأنتيدوت تبع الدابيجاتران اسمه إيداروسيزوماب. إيداروسيزوماب هو عبارة عن الأنتيدوت للدابيجاتران، فبالتالي المريض اللي بيستخدم الدابيجاتران وصار عنده سيفير بليدنج، الحل استخدام الأنتيدوت وهو الإيداروسيزوماب. اللاست دراج اللي بيتبع لمجموعة الأنتي كوأجولانت دراجز هو الوارفارين، الميكانيزم اوف اكشن فيتامين كي انتاجونست، طبعا يستخدم اورالي. الوارفارين هو اول دراج تم تصنيعه از اورال انتي كوأجولانت، اول دراج تم تصنيعه از اورال انتي كوأجولانت هو الوارفارين. الفيجر اللي امامنا بوضح الميكانيزم اوف اكشن للوارفارين، طبعا هو فيتامين كي انتاجونست، لكن ايش بيعمل؟ بيعمل انهيبيشن للسينثيسيس اوف ذا كلوتينج فاكتورز، وبالتحديد 2 7 9 10. اذا الوارفارين بيعمل انهيبيشن للسينثيسيس اوف ذا كلوتينج فاكتورز 2 7 9 10. الان عشان نفهم الميكانيزم اوف اكشن لازم نفهم كيف بيتم تصنيع هذه الكلوتينج فاكتورز. طبعا اكيد بتصنع بالليفر، اكيد لها بريكورسر. طبعا انا مش راح اتكلم عن باقي البريكورسر كستراكشر، احنا بهمنا في البريكورسر الجزء هذا، هذا الجزء يعتبر جلوتاميك اسيد، لانه انا بتكلم عن بروتين، وبروتين مكوناته الامينو اسيد، واحدى الامينو اسيد هو الجلوتاميك اسيد، هذا موجود في 2 7 و9 و10. الان هذا راح نسميه جلوتاميل لانه على شكل سولت. الآن عشان يتم تصنيع الكروتين فاكتورز 2 7 9 10 لازم الجلوتامين ريزيديو يصير لها عملية كربوكسيليشن. طبعا عملية كربوكسيليشن أخرى، لأنه هنا في كربوكسيل جروب، يعني لازم الشكل هذا يحول إلى هذا الشكل زي ما أنتم ملاحظين 2 كربوكسيل جروب. هذا الكلام بيتم من خلال إنزيم اسمه جاما جلوتاميل كربوكسيليز. هذا الانزيم هو المسؤول عن تصنيع الكلوتينج فاكتورز. هذا الانزيم عشان يكون اكتف لازم يكون موجود له كوفاكتور، كوفاكتور اسمه الفيتامين كي، ولازم يكون ريديوست فورم. اذا الريديوست فورم فيتامين كي هو الكوفاكتور المسؤول عن الاكتيفيشن للجاما جلوتاميل كربوكسيليز. اذا الريديوست فورم موجود اذا الكربوكسيليز انزيم حيكون اكتف، فبالتالي بيتم تصنيع الكلوتينج فاكتورز من خلال عمليه الكربوكسيليشن. الان ما في مشكله في هذا الكلام، لان وين المشكله؟ المشكله انه الفيتامين كي ريديوست فورم لما يعمل اكتيفيشن للكربوكسيليز بيتحول من ريديوست فورم الى الاوكسيدايزد فورم فيتامين كي ايبوكسايد، وهذا اذا كان موجود الكربوكسيليز ان اكتف، يعني لازم يكون الريديوست فورم موجود. طيب انا الان بتكلم عن تصنيع كلوتينج فاكتورز، والتصنيع هذا انا بتكلم عن فسيولوجي، الانسان بصنع كلوتينج فاكتورز تعمل شغلها تتكسر بعد يومين او ثلاثه، فالجسم لازم يصنع نيو كلوتينج فاكتور. طب كيف بده يصنع لو انا بتكلم عن ال2 وال7 9 10؟ عشان يصنع الجسم نيو كلوتينج فاكتورز لازم الكربوكسيليز يكون موجود از اكتف، وعشان يكون هذا اكتف الريديوست فورم من فيتامين كي لازم يكون موجود. طب اللي عندنا احنا اوكسيدايزد فورم، الحل لازم يكون في حل، هل الحل ان اخذ الريديوست فورم فيتامين كي از سبليمنت؟ اكيد هذا الكلام مش حل، لان انا بتكلم عن فيسيولوجي، الانسان طول عمره بصنع كلوتينج فاكتورز. الان ايش الحل؟ الحل لازم الجسم تلقائيا يتخلص من الاوكسيدايزد فورم الخاص في الفيتامين كي. طب كيف هذا الكلام بصير؟ هذا الكلام بيصير من خلال انزيم اسمه فيتامين كي ايبوكسايد ريدكتيز. هذا الانزيم ايش بيعمل؟ بحول الاوكسيدايزد فورم، هي شايفين، برجعه للريديوست فورم، وهذا موجود في جسمنا ايضا، فبالتالي العمليه ايش مالها؟ بتكون مستمره. ريديوست فورم بيعمل اكتيفيشن للكربوكسيليز، الكربوكسيليز بصنع الكلوتينج فاكتورز 2 7 9 10 حسب الحاجه، وبتحول الفيتامين كي الى الاوكسيدايز، الفيتامين كي ايبوكسايد ريدكتيز برجعه للريديوست، والعمليه بتكون مستمره از فيسيولوجي هوميوستاسيس.
الآن إنسان بعاني من الترومبس في عنده blood clotting. الحل بده يستخدم anticoagulant. إيش بده يستخدم الآن؟ وارفرين. إيش بيعمل الوارفرين؟ الوارفرين بيعمل inhibition للفيتامين K epoxide reductase. هذا الإنزيم الوارفرين بوقفه. إذا الأوكسيدايزد فورم مش رح يحول إلى reduced فورم، هذا المسار كله رح يقف. النتيجة مش رح يكون في activation للكربوكسيليز إنزيم، إذا مش رح يكون في new synthesis. انتبهوا منيح، مش رح يكون في new synthesis للكلوتينج فاكتورز 2, 7, 9 and 10. هذا هو الميكانيزم اوف اكشن للورفرين. فيتامين كي انتاغونست من خلال انه بيعمل انهبيشن للفيتامين كي ايبوكسايد ريدكتيز. الان المعلومه المهمه في الميكانيزم اوف اكشن او في موضوع الورفرين، انه الافكت الخاص في الورفرين از انتي كواجولانت بيبدا يظهر في الجسم بعد يومين او ثلاث ايام، مش زي الهيبرين مباشره ممكن يظهر الافكت. الوارفرين بيظهر الافكت بعد يومين او ثلاث ايام. طب ليش هذا الكلام؟ لانه الوارفرين ما بياثر على السينثيسايزد كلوتينج فاكتورز، وبين قوسين الاوريدي سينثيسايز، هو بيمنع النيو سينثيسز، لكن المصنع موجود في السيركوليشن. هل الوارفرين حيعمل فيه مشاكل؟ اكيد لا. فبالتالي الانسان لما ياخذ الوارفرين حيمنع تصنيع نيو كلوتينج فاكتورز، لكن اللي موجود ايضا الموجود اوريدي موجود في الجسم حيشتغل ويعمل شغله، وبعد هيك الجسم بتخلص منه بيتكسر. لما يجي الجسم يصنع نيو كلوتينج فاكتورز مش راح يقدر يصنع، لانه ما في فيتامين كي ريديوست فور. هذا اول معلومه مهمه، ان شغله بيبدا بعد يومين او ثلاثه. الآن المعلومة الثانية المهمة، إنه شغل الوارفرين بيستمر 5 أيام بعد توقف الوارفرين. طب ليش؟ لأنه الجسم بيحتاج إنه يصنع نيو كلوتينج فاكتورز، والتصنيع ممكن يستمر أو ممكن يأخذ الجسم من 3 أيام إلى 5 أيام عشان يصنع النيو كلوتينج فاكتور. إذا الإنسان لو أخذ الوارفرين الشغل حيبين بعد 3 أيام، واخذ الوارفرين بدنا نقول مثلا اسبوعين او ثلاثه، وبعد هيك عمل توقيف للوارفرين، هل تاثير الوارفرين على السينثيسيس حينتهي مباشره؟ اكيد لا. هل عمليه الكواجيوليشن حترجع طبيعيه مباشره؟ اكيد لا. ليش؟ لانه الجسم بيحتاج ايضا الى فتره عشان يصنع النيو كلوتينج فاكتورز ويصنع ايضا النيو انزيم وهو الريدكتيز انزيم. هذه معلومات الميكانيزم اوف اكشن الخاصه في الوارفرين. الان اليوزز، طبعا هو يستخدم في التريتمنت للدي في تي والبي اي، يستخدم بريفنشن للستروك والسيستميك امبوليزم. عند مين؟ عند الناس اللي عندهم بروستاتيك هارت فالفز، الناس اللي بيركبوا صمامات صناعيه. ممنوع قلنا يستخدموا الدابيجاتران، لكن بيستخدم الوارفرين از بروفايلاكسز. ايضا بيعمل ثرومبو امبوليزم او بروفايلاكسز في موضوع الثرومبو امبوليزم عند الناس اللي بيعملوا الاورثوبيديك سيرجري، وهذا الكلام وضحناه في السلايد السابقه. سايد افكت هيموريج، طلعوا ايش حكينا؟ هيموريج، ما حكينا بليدنج. هيموريج انه يعني شيء اشد من البليدنج، النزيف. الان ليش هيموريج؟ لانه انا بتكلم عن دراج بيعمل انهبيشن للسينثيسيس اوف ذا كلوتينج فاكتورز، وتاثيره بيستمر، تاثيره بيستمر ما بعد التوقف. فبالتالي نتكلم عن ريسك عالي لمين؟ للهيموريج. هذا هو السايد افكت الخاص في الوارفرين. الكونترا انديكيشن للبريجنانسي، البريجنانت وومن ممنوع تستخدم الوارفرين لانه تيراتوجينيك دراج بيعمل تشوهات في الجنين. مثل ما درسنا بفارما واحد، عرفنا انه الوارفرين له نارو ثيرابيوتيك ويندو، بمعنى انه التوكسيك دوز بتكون قريبة جدا من الثيرابيوتيك دوز، فبالتالي ريسك الهيموريج بكون عالي كتير. الحل لازم المرضى اللي بيستخدم الوارفرين بشكل مستمر لازم يعملوا مونيتورينج بشكل مستمر من خلال تيست بنسميه International Normalized Ratio.
I and R. هذا عبارة عن تيست لازم ينعمل بشكل دوري عند المرضى اللي بيستخدموا الوارفارين. طبعا كيف بنحسبه؟ من خلال قيمة أخرى اسمها البروثرومبين تايم. البروثرومبين تايم هو عبارة عن الوقت اللازم for blood coagulation، الوقت اللي الجسم بيحتاجه عشان يعمل coagulation أو blood clotting، هذا هو البروثرومبين تايم. النورمال فاليو للبروثرومبين تايم من 12 سكند ل 14 سكند. إذا الإنسان الطبيعي البلد كواجوليشن بتتم خلال 12 ثانية، هذا عند إنسان طبيعي. طب هل الإنسان اللي بياخذ أورال أنتي كواجولانت، هل أو عفوا بشكل عام الأنتي كواجولانت، هل البروثرومبين تايم حيكون 12 ثانية؟ أكيد لا، حيكون أكثر بكثير، لأنه في خلل بكون في موضوع الكواجوليشن، ممكن يكون decrease في synthesis للكلوتينج فاكتورز، ممكن يكون inhibition للكلوتينج فاكتورز مثل ما درسنا من خلال الميكانيزمز اوف اكشن للدراجز. فبالتالي المرضى اللي بيستخدموا الانتي كواجولانت اكيد البروثرومبين تايم راح يكون اكثر من 12 ثانيه، هذا شيء اكيد. الان ايش الاي ان ار؟ الاي ان ار عباره عن ريشيو، بمعنى ناتج قسمه البروثرومبين تايم للإنسان اللي بيستخدم الأنتي كواجولانت على تقسيم البروثرومبين تايم النورمال اللي هو الـ 12، لأنه هذه ثابتة دائما 12. الآن في حالة النورمال، لو أنا بدي أحسب النورمال فاليو للإنترناشونال نورماليزد ريشيو، حتكون أكيد تقريبا واحد، لأنه 12 على 12 واحد، طبعا ممكن يطلع 13 حتكون واحد وواحد، ممكن يطلع 11 حتكون 9 من 10. فبالتالي في عندي فاريشن، لكن مش حتكون النورمال أقل من 9 من 10 وأكثر من 1 و1، مستحيل. هذا عند الإنسان الطبيعي. طب الإنسان اللي بأخذ الوارفارين هل حتكون 1 و1؟ الإنسان اللي بأخذ الوارفارين إذا كانت الانترناشونال نورماليزد ريشيو كانت من 2 ل 3، فأنا بتكلم عن نورمال دوز، ما في مشكلة، لانه هذا طبيعي. انسان بياخذ وارفارين لازم البليدنج الكلوتينج تايم يتاخر، هذا شيء طبيعي، لكن مسموح له لعند الفاليو 2 ل 3. اذا كان اكثر من 3 هذا انديكيشن انه في اكيوميليشن للوارفارين داخل الجسم، فبالتالي في هاي ريسك للبليدنج او الهيموريج. الحل ديكريزنج في الدوز، الحل ديكريزنج في الدوز. وإذا كان وصل الرقم هذا لأكثر من 5، مباشرة لازم الإنسان يأخذ الأنتيدوت. الأنتيدوت أوف وارفارين هو الفيتامين كي. إذا 2 ل 3 هو نورمال فاليو للمريض اللي بياخذ وارفارين. إذا كان أكثر من هيك لازم أقلل الدوز أو أستخدم أنتيدوت. طب لو كان أقل من 2 لازم أزود الدوز. بالحالة هاد لو كانت أقل من 2 معنى الكلام إنه الكواجوليشن سريعة، فلازم أزود الدوز الخاصة بالوارفارين. الآن حنتكلم عن آخر مجموعة من الدراجز اللي تستخدم في علاج الثرومبوسز، وهي الفايبرينوليتيك دراجز. طبعا من الاسم نتكلم عن فايبرينولايسز. فايبرينولايسز هي الديجراديشن اوف ذا فايبرين. الفايبرين كان هو الستيبل مولكيول في الثرومبوس، فبالتالي عشان نعمل لايسز للثرومبس او للبلد كلوت لازم نعمل ديجراديشن للفايبرين. الفايبرينولايسز هي عباره عن نورمال بروسيس، فيسيولوجيكال بروسيس، الجسم بيعملها بشكل مستمر. ليش بيعملها الجسم؟ عشان يتخلص من اي اب نورمال بلد كلوت، لانه لو اي اب نورمال بلد كلوت ظلت موجوده في جسمنا النتيجه اكيوميليشن، اذا مور اند لارج بلد كلوت النتيجة وبستركشن في البلد فيزلز، وهذا راح يعمل ديزيزز. فلازم الجسم يتخلص بشكل مباشر من أي abnormal blood clot. طب هذا الكلام كيف بصير؟ هذا الكلام بيتم كله من خلال إنزيم أو بروتين اسمه البلازمين. البلازمين هو اللي بيرتبط في الفايبرين وبيكسره. الآن المشكلة إنه البلازمين ما بيكون موجود على شكل بلازمين، البلازمين بيكون موجود على شكل بلازمينوجين. البلازمينوجين inactive form. inactive form. لازم البلازمينوجين يحول إلى البلازمين
يعني البلازمين هو الاكتيف فورم عشان يقدر يعمل ديجراديشن للفايبرين. الان ات نورمال كونديشن بالفسيولوجي مين اللي بحول البلازمينوجين الى البلازمين؟ مركبات اسمها بلازمينوجين اكتيفيتورز. بلازمينوجين اكتيفيتورز الاسم واضح. طبعا احنا از هيومن الموجود في جسمنا تيشو بلازمينوجين اكتيفيتور. تيشو بلازمينوجين اكتيفيتور هذا موجود في جسمنا بشكل طبيعي، هو المسؤول عن تحويل البلازمينوجين الى البلازمين، لكن يفرز بكميات محدوده ويفرز فقط لما يكون في abnormal blood clot، يعني ما يفرز لا يفرز بشكل عشوائي، لانه افرازه بشكل عشوائي راح يعمل كثير مشاكل. فبالتالي التيشو بلازمينوجين اكتيفيتور هو النورمال، النورمال بروتين موجود في جسمنا بحول البلازمينوجين الى البلازمين، ومن ثم البلازمين بتعمل تفتيت وتكسير للفايبرين. الان تم تصنيع بعض الدراجز بتشبه الى حد كبير التيشو بلازمينوجين اكتيفيتور من خلال تقنيه اسمها دي ان اي ريكومبايننت تكنولوجي. دي ان اي ريكومبايننت تكنولوجي تم تصنيع ثلاث مركبات: الت بليز، ريت بليز، اند تينكت بليز. الفرق ما بينهم وما بين التيشو بلازمينوجين اكتيفيتور اللي هو النورمال انه هذه الدراجز لها مور افينيتي للبلازمينوجين اند تعمل مور اكتيفيشن للبلازمينوجين، لكن نفس الميكانيزم، هذا عباره عن دراجز بيرتبط في البلازمينوجين وبتحوله الى 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 بتحوله الى الى, إلى بلازمين. هذا هو الميكانيزم اوف اكشن. فقط هي اقوى من النورمال او من النيتشرال كومباوند. الان اقوى واحد فيهم اللي له مور افينيتي للبلازمينوجين وله لونجست ديوريشن اوف اكشن هو تينكت بليز. تينكت بليز لونجست ديوريشن اوف اكشن اند الهايست افينيتي للبلازمينوجين. هذا هو الميكانيزم اوف اكشن. طبعا اليوزز لهذه الدراجز تستخدم في التريتمنت اوف دي في تي اند بي اي وهو البلمونري امبوليزم، وايضا تستخدم في علاج الام اي. فاكرين لما تكلمنا عن الانستيبل انجينا؟ قلنا الانستيبل انجينا عباره عن اكيوميليشن للكوليسترول وبعدين بصير عندنا فورميشن للبلاد كلوت، والعلاج لحاله الانجينا لازم يكون بجانب الفازو دايليتور، لازم يكون انتي كواجولانت اور فايبرينوليتيك دراج عشان تعمل تفتيت للبلاد كلوت. اذا تستخدم هذه المجموعه لعلاج الام اي. الادفيرس افكت لهذه المجموعه هيموريج، طبعا هذا شيء طبيعي، انا بتكلم عن شيء بيعمل ديجراديشن للفايبرين فبالتالي ريسك الهيموريج راح يزيد. طبعا ايضا الانجيو ايديما، الانجيو ايديما عباره عن ادفيرس افكت فقط بصير مع الالت بليز. اذا الريت بليز النكت بليز ما بتعمل انجيو ايديما، فقط الالت بليز. والريسك تبع الانجيو ايديما بيزيد اذا كان المريض بيستخدم الالت بليز مع الاس انهبيتور، وبالتحديد الكابتوبريل اذا فاكرين، وبالتحديد الكابتوبريل. الكونترا اندكيشن للبريجنانسي، ممنوع البريجننت وومن تستخدم الفايبرينوليتيك دراجز اللي هي التيشو بلازمينوجين اكتيفيتور.